شيخ صالح، الذين يؤولون الصفات فضيلة الشيخ، ما حكم ذلك؟ هذا الكلام باطل، وذروا الذين يلحدون، هذا من الإلحاد بأسماء الله وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ومن الإلحاد فيها نفيها أو تحريفها وصرفها عن ظاهرها بالتأويل، أو تسمية المخلوقين بها على وجه المشابهة. نعم.